ثم وجودت في الشاهدين على بيان شروط الشاهدين أهلية شهادة تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الإسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي كل هذا شرط وشهدت بالشاهدين أهلية شهادة ينبغي أن يكون أهلا للشهادة فهذا أهلية الشهادة كيف تكون باستيفاء شروطها شروط الشهادة وما هي شروط الشهادة هي تأتي في بابها تأتي شروطها في باب الشهادة بما بين ثم الشارح بين هنا هذه الشروط وهي حرية كاملة فإذا لو كان رقيقا كله أو بعضه بعض الرجل يعني نصفه وربعه وهكذا رقيق فلا يصح شاهدا فذكورة محققة فإذا خمسة مشكل لا تصح شهادته لماذا؟ لأن ذكورتها غير محققة ثم عدالة هل يصح أن يكون جنيا؟ لا وكونهما إنسيين أيضا شرط كما قاله ابن الإمام ثم ذكورة محققة ثم إنسيان فإذا لا يكفي مثلا التسجيل وغيره بل يجب هناك حضور إنسيين ذكرين حرين عدلين هكذا وعدالة ومن لازمها يعني من لازم العدالة الإسلام والتكليف فإذا ينبغي أن يكون الشاهد مسلما ومكلفا فلا يصح الصبي شاهدا والذمي شاهدا لا يصح هكذا ثم فوق ذلك يشترط أيضا وسمع ونطق هكذا يجب السمع وكذلك يجب النطق يعني أن يكون الشاهد سامعا له قوة السمع وكذلك قوة النطق ونطق وبصر أيضا ثم ينبغي أن يكون مبصرا لا أعمى وكذلك هناك شروط أخرى ورشد وعدم حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبطه لغفلة أو نسيان هكذا ذكرت التحفة شروطا زائدة رشد كذلك عدم حرفة دنيئة لو كان له حرفة دنيئة تخل بمروءته لا يصح شاهدا فإذا ينبغي أن لا يكون فيه خارم مروءة ثم عدم اختلال ضبطه يعني ضبط عقله بأي شيء بغفلة أو نسيان وهذا أيضا لا يصير شاهدا ثم وهذه شروط يعني حرية ذكورة عدالة ثم سمع بصر نطق كل هذا شرط لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع هذا لما يأتي هذا علة بصري وبصر شرط يعني لا يصح ان يكون اعمى شاهدا على عقد النكاح لماذا؟ وهنا المشهود عليه صوت فقط ليس رؤيته هذا الولي يقول زوجتك بنتي فلانه بماهر كذا كذا الزوج يقبل هذا النكاح بقوله قبلت نكاحها هكذا فاذا هذا امر مسموع لماذا يحتاج الى يعني لماذا يحتاج إلى إلى البصر هذا الذي قال لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع يعني وهو يعاين ويرى من يرى من يرى أولا يرى عن ناطق وهو ينطق يعني ينبغي أن تكون شهادته على ما على صدور هذا القول من هذا الناطق لو سمع مجرد صوتي لا يستطيع أن يشهد على أي شيء على ممن صدر هذا الصوت ممن خرج هذا الكلام فإذا ينبغي هذا أيضا لذلك يجب البصر والمعاينة وفي الأعمى وجه هذا في شرط البصر خلاف هل يشترط أو لا يشترط هذا يشترط هذا هو الراجح لكن هناك وجه ضعيف أن شهادة الأعمى صحيحة لأنه أهل للشهادة في الجملة يعني في بعض المحال مطلقا نعم
الشهادة في غير المرئي في باب هذا مشهود عليه لو لم يكن مرئيا يصح في باب الأبواب، لذلك يقبل. هكذا قيل. ولا صح؟ لا، يعني صح أنه لا تصح شهادة الأعمى وإن عرف الزوجين، لا تصح شهادة الأعمى وإن عرف الزوجين وهو يعرفان قبل يعني لا يعرفهما، قبل يعرفهما ممكن قبل أعماه، هذا أعماه طارئ، قبل أعماه يعرف هذا الولي والزوجة ويعرف صوتهما ويستطيع أن يميز صوتهما عن أصوات الآخرين، فإذا هو يتيقن أن هذا الكلام الإجابة والقبول نشأ وصدر ممن من هذا الولي والزوج، وهو على يقين ومع ذلك لا يصلح. لماذا؟ لهذه القاعدة السابقة. زوجين أخوان، فإن عرف يعني الأعمى، ضمير عرف يرجع إلى الأعمى، وإن عرف الأعمى الزوجين نعم. ومثله من بظلمة شديدة، فإذا هؤلاء جلسوا أين بظلمة شديدة، شديدة معناه بحيث لا يرى، لا يرى فيه العقدين، الشاهد لا يرى مع هذه الظلمة العقدين، فإذا لو لم تكن الظلمة شديدة فيصف. نعم. ومثله من بظلمة شديدة ثم ومعرفة فإذا ثم شرط آخر ومعرفة لسان المتعاقدين، يعني يجب على الشاهد معرفة لسان يعني لغة المتعاقدين، معرفة لسان المتعاقدين يعني فهم كلامهما في هذا العقد، فقط ليس معرفة جميع لغتهما، بل هو يعلم يعني معنى حتى هذه الكلمات، فهذا يشترط فيه. فإذا هنا يعني زيادة احتياط، لذلك ذكر أن الشهادة من الأعمى لا يصح وإن عرف الزوجين، وكذلك من بظلمة شديدة لا تصح شهادته، وهكذا يعني زيادة احتياط يعني كما سبق يوجد في النكاح زيادة احتياط بخلاف البيت، لأجل ذلك لو عقد النكاح بواسطة هذه الوسائل الحديثة، يعني كما نجلس هنا في تطبيق زوم وهكذا يعني أمور كثيرة، تسهيلات كثيرة، لو عقد النكاح فالذي يظهر لنا أنه لا يصير. لماذا؟ وهذا يمكن فيه التزوير، نعم، لأجل ذلك يمكن هناك يعني تزوير بصورة وإضافة صوت إلى الصورة، وهكذا يمكن يعني خداعة، خيانة، وتزوير، لأجل ذلك لا يصير، وهذا يجري كثيرا إذا هكذا يعني إضافات الصوت إلى غير أصحابها. ثم وعدم تعينهما للولاية، عدم تعينهما الشاهدين ينبغي ألا يكونا متعينين للولاية، فإذا لو كان أحدهما أو كلاهما متعينين للولاية ثم هذا الرجل لم يتولى عقد النكاح بل حوله إلى آخر ثم جلس شاهدا، حضر شاهدا، هل يصح؟ لا يصح. هذا الذي قال وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية، فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية. هذا بيان المحترزات للشروط السابقة كلها. فإذا لو كان عبدين، عبدان لماذا؟ أو امرأتين لماذا؟ ليس بهما أهلية شهادتنا. أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين، أصم من ليس به أسمع، أخرس من ليس به نطق، أعميين من ليس به بصر، ثم أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ثم ولا بحضرة متعين للولاية، فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد بالنكاح وحضر مع آخر لم يصح.
هذا الأبو هو متعين للولاية، أو أن يأخذ واحد لهذه المرأة. لو كان أكثر من أخ لا يكون متعينا، لذلك قيد بقوله المنفرد، وبالأخ المنفرد في النكاح، وحضر مع آخر، وهذا الأبو أو هذا الأخ حضر في مجلس النكاح مع رجل آخر يعني لشهادته، لم يصح. لماذا؟ لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا، لأنه يعني المتعين للولاية وهو ولي عاقد، يعني في الحقيقة هو الذي يعقد. وفي هذه الصورة الوكيل يعقد النكاح، لكن هو في الظاهر فقط ليس في الحقيقة، هو السفير هكذا يعد، والوكيل السفير المحض. نعم. فإذا من هو العاقد حقيقة؟ هو الولي. فإذا هو لا يتولى أمرين، الولاية والشهادة. ثم ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا. نعم. لهذه المرأة ثلاثة، ثلاثة يعني إخوة، فإذا جاء أحدهما وليا والآخران شاهدين يصح النكاح. يعني لو لم يكن هذا عقد أحدهم بغير توكيل الآخر، لو كان بوكالته لا يصح. لماذا؟ لأن الموكل هو العاقد حقيقة فلا يصح شاهدا. نعم. هذا الذي قال، يعني هو ليس على آخر، مع ذلك هو ليس متعينا للولاية. ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد ثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا. وإلا فلا معناه بأن عقد الثالث بوكالة أحدهما فلا يصح بكالة. هنا يبين المصنف في هذا التنبيه مسألة الشهادة على إذن المخطوبة، إذن المخطوبة تنبيه، لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن، لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط به، فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم، وكذا إن كان حاكما على الأوزعي. كما سيأتي فيما بعد، يجب على الولي غير المجبر الإذن من المرأة، فكذلك لو كان مجبرا يجب الإذن متى؟ لو كان تثيبا أو هو يزوج لغير كفؤ، في هذه الحالات يشترط لصحة النكاح إذنها. ففي هذه الحالات هل يجب على الولي شهاد على هذا الإذن؟ لا يجب الإشهاد، هذا الذي قال، بل يكفي الإشهاد على النكاح فقط، أما على الإذن فلا يشترط الإشهاد، ما عرفت إذا شهادت على الإذن شرطا، الإشهاد يعني أمر حسن، نعم، ليس بشرط، لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن، معتبرة الإذن هذا ثيب، هو يعني بكر تزوج لغير كفؤ هكذا، لأنه ليس ركنا للعقد، يعني هذا الإذن ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه يعني بالعقد، فلم يجب الإشهاد عليه، يعني على الإذن، حتى إن كان الولي غير حاكم، يعني في الحاكم خلاف، لذلك هو فصل هكذا، أولا ذكر مسألة الولي غير الحاكم، ثم ذكر مسألة الحاكم، نعم، وكذا إن كان حاكما على الأوجهي لا يشترط. ونقل في الباهر عن يعني الأصحابي أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته، أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. يعني الإمام الرجاني ذكر في البحر، بحر المذهب عن الأصحابي ماذا؟ أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره، هذا الصبي هو أرسله الولي، ولي من؟ ولي المرأة المنكوحة التي تنكح، أرسل هذا الولي صبيا إلى رجل آخر، لماذا؟ ليزوج، من يزوج؟ الغير يزوج من؟ موليته، مولية هذا الولي، فإذا بنته أو أخته هكذا،
يجوز يعني هذا توكيل، فإذا أرسل هذا التوكيل مع صبي إلى الوكيل، فيجوز للوكيل الاعتماد على هذا القول قول الصبي ثم مباشرته بعقد النكاح. هذا الذي قال، أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. من هو المخبر؟ هو الصبي. فإذا لو كان هذا الغير يثق بخبر هذا الصبي يجوز له الاعتماد عليه ويجوز له مباشرة عقد النكاح. فرق لو زوجها وليها قبل بلوغ ابنها إليه صح على الزوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. فرع هذا قوله، فرع هو في الشرح ليس في المتن، هو من شرح فقه ليس من متن قرة العين. فرع في نسختنا هكذا كتب على صورة متن، ذلك قلت نعم. فرع لو زوجها وليها، رجل زوج موليته متى؟ قبل بلوغ ابنها اليه، هي اذنت لكن ما بلغ اليه ابنها صح على الاولين، النكاح صحيح ان كان الاذن سابقا على حاله التزويج. لماذا؟ لان العبره في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. يعني هذا الولي زوج بنته او يعني اخته او يعني موليته بدون علم اذنها، واذنها معتبر بالعقد هو ما علم بدون ذلك باشر الأكل، وبعد النكاح هو علم أنها أذنت قبل وقوع التزويج فصح النكاح. لماذا؟ في العقود يعتبر ما في نفس الأمر ولا يعتبر ما في ظن المتعاقدين. وهنا يعني ذكر في الشروط العدالة، فإذا هل يصح النكاح بشهادة مستور العدالة؟ مستور العدالة هذا ثم وصح النكاح بمستوري عدالة بما سبق ذكر المصنف في شروط الشاهد العدالة. فإذا هل يجب ثبوت العدالة عند القاضي؟ أو هل يكفي مستور العدالة؟ نعم يكفي هنا مستور العدالة. مستور العدالة ما معناه؟ هذا الذي ذكر معناه، وهما من لم يعرف لهما مفسق، من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده دم. نعم. فإذا هذا عادل هكذا يختلف عليه، إما يكون عادلا بسبب عدم ثبوت مفسق بحقه عند القاضي يقال له مستور العدالة، أو أن يعني ثبتت عدالته عند القاضي، هذا هو أقوى حالة من مستور العدالة. ثم و سيأتي شرط العدالة في الولي أيضا، لكن هو عدو من عدالة في الشاهدين. فإذا هنا العدالة ثلاث مراتب، ما ثبوت العدالة بالفعل عند القاضي هذا هو عدل، أو عدم معرفة مفسق هذا أيضا عدل، عدل آخر. مثلا هو يصلي لم يعلم منه ترك الصلاة، أو لم يعلم منه شرب الخمر، لم يعلم منه الزنا وهكذا. ثم سيأتي يعني قوة العدالة، ليس هذا يعني أدون حالا منه عدالة أخرى هي المعتبرة في الولي كما سيأتينا. وصح النكاح بمستوري عدالة، يعني لو كان كلاهما شاهدان كلاهما مستورين يصير النكاح، وهما من لم يرح لهما مفسق كما نص عليه واعتمده دم وأطالوا فيه. نعم هذا هو ويعتبر هنا هكذا ذكروا. إذا لا عادة إلى ظهور العدالة بل يكفي ستر العدالة.
فإذن واعتمده دم وعطاله، ماذا هو مقابله؟ مقابله يجب يعني الظهور العدالة فيه. ثم وبطل الستر وعطال به، وبطل الستر بالتجريح عادل. فإذا الستر يبطل، وبطل الستر، الستر يبطل بأي شيء؟ بالتجريح عادل. التجريح معناه إخبار بمفسق عادل. عادل العدالة الثانية، عدالة ثانية، عدالة رواية وعدالة شهادة. في عدالة الرواية يدخل العبد ويدخل المرأة وهكذا، مع عدالة الشهادة تخرج العبد الرقيق وكذلك المرأة هكذا. وهنا بالتدريج عدل، فهذا العدل لو كان عدل رواية، فإذا امرأة عدل أخبرت بأن هذا الفلان صدر منه مفسد، بعد ذلك لا يقبل. هذا معنى قوله بطل السطر بالتجريح عدل، بإخبار عدل بفسق ذلك المستور يكفيها. ثم وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور، يعني رجل ثبت فيه مفسق ثم بعد ذلك تاب، هل بعد التوبة هل يلتحق بالمستور؟ لا يلتحق بالمستور. ثم لا بد من مضي مدة الاستبراء وهي سنة. فإذا رجل كان فاسقا ثم تاب، ولا تقبل شهادته إلا بعد الاستبراء. الاستبراء يعني مضي مدة سنة بدون مفسق. هذا أيضا يعتبر في هذا الشهر. ثم ويسن استتابة المستور عند العقد، ويسن استتابة المستور يعني القاضي أو الولي يطلب من مستور العدالة، يعني هو ليس ظاهر العدالة بل هو مستور العدالة، عندئذ يطلبه أن يتوب الله تعالى، وهذا سنتنا. ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين. هذا مسألة أخرى، يعني لو جرى عقد نكاح بشاهدين فاسقين، فالنكاح ليس بصحيح لكن هما يتعايشان كزوجين، إذن ماذا يجب على الحاكم؟ يجب على الحاكم التفريق بينهما. ولو علم الحاكم فسق الشاهدين، فسق الشاهدين وفسق الولي كما سيأتي، لزمه التفريق بين الزوجين. ثم ولو قبل الترافع إليه على الزوجين، هذا يجب التفريق بينهما ولو كان التفريق قبل الترافع إليه إلى الحاكم، يعني لم يشتكي أحد ولم يرفع أحد هذا الأمر إلى الحاكم، بدون ذلك يجب عليه. ثم ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما، هذا أيضا حكم يخالف حكم قواعد الشهادة، هذا أصل وفرع المشهود له لا يصح شاهدا، لكن هنا يصح. هذا الذي يقول ويصح أيضا النكاح بابني الزوجين. ثم أو عدويهما، عدوي الزوجين، يعني أحدهما أحد الشاهدين، إما ابن الزوج أو الزوجة، أو يعني كلاهما شاهدان ابنان للزوج أو للزوجة، يصح هكذا، أو يعني عداوة موجودة هنا لا بأس. وقد يصح كون الأبي شاهدا أيضا، كأن تكون بنته قنة. فهذا الأب لو لم يكن معينا للولاية، هذا الذي قال قد يصح، يعني في بعض الأحيان يعني يصح كونه شاهدا. كيف هذا؟ كأن تكون بنته قنة، لو كانت بنت هذا الرجل قنة أمة، فمن يزوجها؟ مولاها يزوجها، فأبوها جاء شاهدا صح النكاح آخر. ثم وظاهر كلام الحناطي رحمه الله بل صريحه أنه لا يلزم التزوج، لا يلزم الزوجة البحث عن حال الولي والشهود. فإذا هل يجب على الزوج أن يبحث عن حال الولي والشهود؟ يعني هل هو فاسق أو غير فاسق، يعني عدل الولي هكذا، أو يعني
شاهد ولينا وغيره لا شاهده يعني عدلنا وغيره عدلنا هكذا هل يبحث الزوج يعني في الزوج ليس على شرط لذلك صور المسألة في الزوج الزوج لو كان يعني فاسقا إذا يصح نكاح قبول نكاحه فإلا يتعذر المسألة ويرتكب يعني فسقا كثيرا لذلك لا يشترط فيه العدالة في الزوج فإذا هل يجب على الزوج البحث عن حال الولي هل هو فاسق أو عدل كذلك أمر الشهود أيضا لا يلزم عليه قال شيخنا وهو كذلك أنا ظاهر كلام الهناتي بل صريحه هذا ذكر شيخنا هو كذلك متى إن لم يظن وجوب مفسد للعقد يعني وهذا متى لا يجب بشرط لو لم يظن وجود مفسد لا يجب فإذا لو ظن وجود مفسد يجب عليه مثلا هذا يظن أن الولي شارب خمر أو يعني تارك صلاة هكذا هو يظن عندئذ يجب عليه البحث عن حال الولي والشاهدين ثم وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين بما يمنع صحته فيما سبق بين المصنف كثيرا من موانع النكاح فإذا لو قارن أحد هذه الموانع عقد النكاح فماذا حكم هذا النكاح؟ يعني بان بطلانه ثم وبان بطلانه بطلان النكاح بحجة فيه بحجة يبطل بحجة فيه يعني في النكاح بحجة مقبولة بالنكاح فيه أي في النكاح ما هي الحجة؟ الحجة المقبولة في النكاح هذا الذي يذكر بعده من بينة أو علم حاكم كلاهما يعتبران حجة مقبولة بالنكاح إذن إما علم الحاكم بنفسه بوجود مفسد أو بوجود مانع للنكاح فإذا بال بطلان هذا النكاح فيجب على الحاكم التفريق بينهما هكذا أو يعني جاءت بينة وثبتت ببينة وثبت ببينة أن هذا النكاح كان مقارنا بأحد موانعه إما بحجة أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته بأي شيء نقر بما يمنع صحته أي النكاح لأن هذا بما يمنع صحته هذا تنازع فيه الكلمة الإقرار وكذلك الحجة بقى تتعلق بهما بان بطلانه بحجة بما يمنع صحته كذلك بإقرار بما يمنع صحته أي النكاح كفسق الشاهد أو الولي عند العقد بالرق والسباع لهما يعني للشاهد والولي وكوقوعه في العدة هذا معنى من آخر وقوع النكاح في العدة ثم وخرج في حقهما الإقرار معتبر في حقهما فقط فإذا الإقرار ليس معتبرا في غير حقهما ماذا تصيره هذا الذي قال وخرج في حقهما يعني بإقرار الزوجين في حقهما هذا البطلان في حقهما فقط خرج حق الله تعالى كان طلق هذا الآدم ثم اتفق على فساد النكاح بشيء مما ذكر وأرادا نكاحا جديدا فلا يقبل إقرارهما بل لا بد من محلل للتهمة ولأنه حق الله تعالى فإذا هكذا كان طلق هذا الآدم رجل طلق امرأته ثلاثة ثم اتفق على فساد النكاح فساد النكاح فإذا لو كان النكاح فسادا هذا الطلاق له فإذا يجوز لهما أن يتزوجا يجوز لهما أن يتزوجا بدون محلل لأجل ذلك إذا اتفقا على فساد النكاح بشيء مما ذكر يعني بأحد هذه الموانع للنكاح وأرادا نكاحا جديدا ثم ومع هذا لماذا يتفقان أو لماذا أخبر الحاكم أنه كان النكاح فاسدا مقارنا بأحد الموانع لماذا؟ لإرادتهما نكاحا جديدا عندئذ يكون هذه التهمة إرادتهما نكاحا جديدا فلا يقبل إقرارهما
بل لابد من محلل لماذا للتهمة، ممكن هما يريدان نكاحا جديدا، لذلك ممكن اتفقا كذبا، لا يكون قولهما صدقا بل يكون كذبا. ومع ذلك لأنه حق الله تعالى، يعني ليس حقهما، يعني التحليل ليس حقهما بل هو حق الله تعالى، يجري ولو أقام عليه بينة، ولو أقام عليه يعني هذا الزوج والزوجة أقام عليه على فساد النكاح بشيء بينة لم تسمع، هذه هي البينة أيضا غير مقبولة، بل يجب هناك التحليل، بدون تحليل لا يجوز. أما بينة الحسبة فتسمع، يعني بدون سبق دعوى ولا طلب الشهادة، لو جاءت البينة وقامت عند الحاكم شهادة الحسبة، شهادة الحسبة معناه أن تكون بغير طلب ولا سبق دعوى فتسمع. نعم. محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر. وهنا ذكر يعني هذا الاتفاق على فساد النكاح بعد طلاقها ثلاثا لا يقبل، فهذا في الظاهر يعني الحاكم لا يقبل هذا، يعني بدون تحليل من محلل لا يجوز لهما النكاح ظاهرا، أما في الباطن لو كانا صادقين فالأمر ما في نفس الأمر. هذا الذي قال نعم محل عدم قبول إقرارهما بالظاهر، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر، فإذا يجوز لهما النكاح باطنا، باطنا معناه بدون علم الحاكم بنكاحهما، إما هما يذهبان إلى بلد آخر أو يبعدان عن علم الحاكم ثم يتزوجان ثم يتعايشان كزوجين هكذا. ثم ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين، ذكر هناك بحجة به أو بإقرار الزوجين، إذا لو أقر الشاهدين بفساد النكاح هل يثبت البطلان؟ هل يتبين البطلان؟ لا يتبين البطلان، هذا البطلان يتبين بإقرار الزوجين، بإقرار الزوجين، فإذا هذا محترز قوله الزوجين، ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال، كما لا يؤثر به بعد الحكم بشهادتهما، يعني كما لا يؤثر هذا إقرارهما إقرار الزوجين فيه في الإبطال بعد الحكم بشهادتهما، بعد الحكم بشهادتهما يعني بشهادة الحاكمين، بعد ذلك لا يصح، لذلك هذا يصح، فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما، هذا كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما، ما معناه؟ ما هذا الكاف؟ هذا الكاف يعني هذا قياس عدوان هكذا ذكر، أو يعني هذا الكاف تعليلية أو الكاف تنظيرية، تنظيرية هكذا يعني ذكر الشبهة واحتمالات كثيرة، كما لا يؤثر يعني إقرار الشاهدين لا يؤثر في إبطال النكاح بعد الحكم بشهادتهما بثبوت النكاح لا بثبوت مطلق الحكم، كما زعم بعضهم كما يستدل به عبارة شرح التحليل. إذن ما معنى كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما؟ معناه لا بثبوت مطلق الحكم بل بثبوت الحكم بشهادتهما، فإذا بثبوت الحكم هذا الحكم هو أعم لا النكاح خصوصا، وهنا ذكر مسألة النكاح أولا، ولا يتبين البطلان بإقرار شاهدين بما يمنع الصحة، يعني ما يمنع صحة النكاح فلا يؤثر في الإبطال، يعني إقرارهما لا يؤثر في الإبطال، كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما، يعني كما لا يؤثر إقرار الشاهدين فيه بالإبطال بعد الحكم، أي حكم هذا؟ لا حكم أعم من النكاح، فإذا يكون تعليلية، هذا هو صحيح بشهادته، يعني ثبت عند القاضي بشهادة شاهدين حكم،
ثم بعد ذلك هذان الشاهدان أقرا بأن ذلك الحكم كان مقارنا بمفسد له، هل يثبت بإقرارهما بطلان ذلك الحكم؟ لا يثبت بطلان ذلك الحكم، كذلك أمر النكاح. نعم. ثم ولأن الحق ليس لهما، يعني في عقد النكاح لمن الحق؟ الحق للزوج والزوجة ليس للشاهدين، الحق يعني هذا الإباحة والتحليل، تحليل منافع الموضوع، وهذا هو أن الحق، وهذا للزوجين، لذلك لا يصح ممن من الشاهدين فلا يقبل قولهما. أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة، هذا مسألة يعني محترز التثنية في قوله في المتن، بإقرار الزوجين معا، هذا معناه. فإذا لو أقر أحدهما، لو أقر أحدهما فماذا حكمه؟ هذا الذي يذكرونه. أما إذا أقر به يعني بالبطلان الزوج فقط دون الزوج، فيفرق بينهما، قال يفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره، فعليه نصف المهر، يجب عليه نصف المهر إن لم يدخل بها، وإلا فكله، يعني لو دخل بها يجب عليه كل المهر. إذا لا يقبل قوله عليها بالمهر، يعني وهو متهم بهذه المسألة، ممكن هو يدعي أو أقر بالمفسد بسبب تخلصه من نصف المهر. فإذا لو كان النكاح فاسدا لا يجب عليه شيء من المهر، لو كان النكاح صحيحا يجب عليه نصف المهر، لذلك هذا رجل في ذهبه قراره متهم، ممكن هو يريد أن يتخلص يعني من نصف هذا المهر الواجب بالعقد، لذلك لا يقبل قوله، فإذا يجب عليه نصف المهر، ومع ذلك يفرق بينهما. إلا إذا لا يقبل قوله عليها بالمهر، بخلاف ما إذا أقرت به دونه. إذن ذكر في المتن بإقرار الزوجين، معناه إقرار الزوجين معا، فإذا بمعترضه إما يقر الزوج فقط أو الزوجة فقط. فإذا ذكر مسألة إقرار الزوج، ثم يذكر مسألة إقرار الزوجة، إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه، لماذا؟ لأن الإسمة بيده، الإسمة بيده يعني على حق العقد في يده، هو الذي قبل العقد، وكذلك يعني لو أراد التطليق وهو أيضا في يده، وهي تريد رفعها، رفعها يعني رفع الإسمة، فإذا ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الإسمة، لذلك يصدق الزوج بيمينه، فلا تطالبه بمهر، يعني هي لا تحصل على مهر، لما هي التي ادعت بمبطل المهر، فلا تطالب الزوجة بمهر إن طلقت قبل وقت، فإذا لو أتيت ثم طلقت فهي يعني تطلب المهر بالوقت ثبت مهرها، وعليه إن وطئ الأقل من المسمى ومهر المثلي، يعني هو وطئ ثم طلق، فماذا يجب؟ يجب أقل الأمرين، إما المسمى أو مهر المثلي. ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة بالزوج ولم توجد، ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها، هذا مسألة أخرى فيها خلاف بين الزوج والزوجة، ماذا؟ هي أقرت، ولو أقرت بأي شيء بالإذن، هي تقول أنها أذنت، لكن هي تدعي أنها أذنت مع وجود شرط في الزوج، هي رغبت هكذا شرطا يوجد في الزوج، بهذا الشرط أذنت، يعني لو وجد هذا الشرط في الزوج فأذنت لك أن تزوجني عليه، هكذا هي شرطت. ثم بعد ذلك هي لم تجد هذا الشرط في زوجها، هكذا هي تدعي، فنفى الزوج ذلك، الزوج نفى ذلك، يعني نفى هذا الشرط، يعني هي ما شرطت، هكذا يعني هو ادعى. فإذا من يصدق؟ صدقت بيمينها، بما استظهره شيخنا. فإذا هذا الإذن باطل، ولو كان الإذن باطلا فالنكاح أيضا باطل، لماذا؟ الإذن شرط في صحة النكاح، فإذا لو بطل الإذن فالنكاح أيضا بطل،
فيفرق الحاكم بينهما. نعم. ثم وإذا اختلفا فادعت أنها محرمة له بنحو رضاع فأنكرها. يعني هذا خلاف آخر في مبطل النكاح، هي اختلفت فادعت أنها محرمة له، كيف محرمة بنحو رضاع هكذا وأنكرها، الزوج ينكر. حلفت مدعية محرمية وصدقت، يعني هي تصدق بيمينها، وبان بطلان النكاح، يعني هي قامت باليمين حلفت بان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن لم ترضه، لكن بشرط متى تصدق ويبطل النكاح ويفرق بينهما إن لم ترضه، أي إن لم ترضى الزوجة، المرأة ما كانت راضية لزوجها متى حال العقد ولا عقبه. فإذا كيف تكون غير راضية؟ يعني لو لم تكن راضية هكذا يبطل كذا كذا، فإذا كيف تكون غير راضية حال العقد؟ هذا الذي يقول لإجبارها، يعني كان الولي مجبرا أبوها زوجها، فإذا لا يكون لها رضا، يعني ليس في جميع الحالات ممكن أن يكون، هذا تصوير الإمكان. نعم. لإجبارها أو إذنها في غير معين ولم ترضى بعد العقد بنطق ولا تمكين. نعم. أو أذنها في غير معين، هذا الرجل المرأة أذنت، لكن ما أذنت لرجل معين، بل أذن لوليها أن يزوجها لأي أحد أخوه، فإذا هكذا هو نظر وزوجها لرجل، وهنا ايضا يتصور عدم الرضا. ثم لم ترضه حال العقد ولم ترضى بعد العقد، هذا اعتهن على قوله لم ترضى، لم ترضه حال العقد، وكذلك لم ترضه بعد العقد، ما كانت راضية بعد العقد بنطق ولا تمكين. فاذا ممكن هي سئلت بعد النكاح هل رضيت بزوجك؟ فإذا هي قالت صرحت بأنها راضية، وهنا أيضا لا تصدق هذه مدعية المحرمية، أو هي مكنت لزوجها، وهذا تمكين يدل على الرضا. نعم. فإذا بهذه الشروط ماذا حلفت وصدقت؟ لماذا حلفت وصدقت؟ لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقله. نعم. هذا علة لقوله يعني حلفت مدعية محرمية وصدقت، لماذا تصدق باليمين؟ لاحتمال ما تدعي مع عدم صدق مناقله، هذه هي القاعدة. نعم. ثم فهو كقولها ابتداء، فهو يعني هذا اليمين، يعني كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه. هذا قبل العقد لو أخبرت امرأة أن فلان أخوها من الرضاع لا تزوج هذه المرأة لهذا الرجل، كذلك هكذا بعد العقد لم تدعت. نعم. فإن رضيت ولم تعتذر، ممكن هكذا هي رضيت مثلا، هكذا هي مكنت أو رضيت، ثم بعد ذلك اعتذرت بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها، هي رضيت ثم اعتذرت في أمر الرضا، لما رضيت بنسيان أو بغلط لم تسمع دعواها، هذا الدعوة لا يسمع. وإن اعتذرت بأي شيء، وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر، ولكن فإن رضيت ولم تعتذر. نعم. فإن رضيت ولم تعتذر في رضاها بنحو نسيان أو لم تسمع دعواها لأنها راضية، ثم رضيت ثم اعتذرت، عندئذ سميت دعواها. نعم. فإن اعتذرت سميت دعواها، يعني هي رضيت ثم اعتذرت في رضاها، يعني ارتضيت أو رضيته لكذا وكذا، هكذا بنسيان أو ولكن هكذا، فإذا سميت دعواها لماذا؟ للعذر سميت، ولكن حلف لراضية اعتذرت. نعم. لكن حلف الزوج أيضا، هو أي الزوج، لراضية اعتذرت بنسيان أو غلط. نعم. فإذا الزوج يحلف، لو لم يحلف تقبل دعواها، لو حلف لا يقبل دعواها. نعم. أما
في سورة الأولى حلفت مدعية محرمية وهناك يكتفى بيمينها فقط لا يحلف الزوج، هذا هو الفرق بين المسألتين. وهنا فرغ المصنف من بيان شروط الشاهدين. ثم